السلام عليكم. من حوالي 10 سنين كان الطلب مني ان احنا نعمل انيميتد ليست شارت زي اللي انتم شايفينه ده، حاجه كده بتحرك القيم باعتبار اي فاكتور، يعني الفاكتور هو الدول، ويظهر في الصوره انيميتد كده عشان نقدر نقارن النمو اللي حاصل او التغير اللي حاصل خلال فتره زمنيه. وفي الفتره دي ما كانش في طريقه مباشره انك تعمل كده، يعني كان في الحقيقه فعلا صعب ان انت تعمل انيميتد ريسيرش شارت، لان انت محتاج يا اما يكون عندك مهارات برمجه تقدر تديفلوب انت ابلكيشن يعمل كده، او تروح تشترك بقى لشركه من الشركات اللي بتقدم الخدمه دي. كان في حتى كام شركه مشهورين، يمكن اشهرهم كانت فلوريش، هي كانت اشهر شركه بتعمل موضوع، لغايه ما مايكروسوفت قدمت لنا الابلكيشن الرائع اللي اسمه باور بي اي. باور بي اي بيخليك تقدر تعمل فيجوالز شبه كده، يعني تقدر تعمل انيميتد فيجوالز بخطوات بسيطه جدا وبدون اي تكلفه، يعني اغلب الكاستم فيجوالز اللي احنا بنتعامل معاها في الباور بي اي اغلبها فري. عموما ده بلف باور بي اي بلانك. تعالوا نشاور على البيانات اللي احنا هنستخدمها، هي البيانات موجوده في سي اس في فايل. زي ما انتم شايفين البيانات بتاعتنا هي معدل الدخل القومي الجي دي بي من اول 1999 لغايه 2022، يعني حوالي 23 سنه. البيانات بتاعتنا فيها مشكلتين. المشكله الاولى ان البيانات بيفوتت، دي واحده من المشكله كثيره التكرار في البيانات واللي الناس ما بتاخدش بالها منها. لما بتكون البيانات بيفوتد، يعني ايه بيفوتد؟ يعني انا عندي نفس البيان في اكتر من عمود، يعني اللي موجود في العمود ده هو الجي دي بي، واللي موجود في العمود ده جي دي بي، واللي موجود في العمود ده جي دي بي. طالما نفس القيمه موجوده في اكتر من عمود بيقولوا ان البيانات دي بيفوتد. يعني في المثال ده الجي دي بي بيفوتد باي يير، وده مش صالح لاستخدامه في تحليل البيانات. ده شكل ممكن استخدمه في قراءه البيانات مش في تحليل البيانات. عشان كده عشان احل المشكله دي وعشان احل المشكله الثانيه الخاصه باستخدام اول صف كعناوين للبيانات، انا مش هعمل لود، انا هعمل ترانسفورم داتا. يبقى عمدا احنا بادين بيانات فيها مشكلتين وهنحلهم من الباور كويري. المشكله الاولى ان انا يوز فيرست روز هيدر. المشكله الثانيه ان انا احول البيانات البيفوت دي الامبيفوت. انا عندي حوالي 23 عمود او 24 عمود محتاجين يتعمل لهم ان بيفوت، فهعمل رايت كليك على العمود الوحيد اللي انا عايزه ما هو، وهعمل ان بيفوت اذر كولم. لما بتعمل ان بيفوت لكولمز ايا كان عددهم النتيجه تو كولمز. يعني لو عملت ان بيفوت لتو كولمز هيطلع معاك تو كولمز، ولو عملت ان بيفوت ل 100 كولم هيطلع معاك تو كولمز، وعملت ان بيفوت لمليون كولم هيطلع معاك تو كولمز. ليه؟ لان كل القيم اللي هنا دي هتتحط في عمود وهنسميه فاليو، وكل القيم اللي كانت بترمز للبيفوتنج اللي هي في المثال ده سنوات هتتحط في عمود ونسميه اتم. يبقى عمليه الان بيفوت مهما كان عدد وحجم الاعمده بتكون النتيجه بتاعتها تحويل الان للبيفوت كولمز لتو بيفوت، واحد عشان يشيل القيمه اللي هو في المثال ده الجي دي بي، واحد عشان يشيل الاتريبيوت اللي هي في المثال ده كانت الير. الير مش تكست، الير هول نمبر. يبقى انا محتاج اعدل نوع البيانات. خلصت بعمل كلوز اند ابلاي. كده انا عندي حوالي 200 دوله، لكل دوله حوالي 23 قيمه، فاحنا بنتكلم على حوالي 4000 تقريبا، يعني صف 200 في 20 يس حوالي 4000. طيب دلوقتي عايز اعمل الريست شارت، انا ما عنديش ريست شارت. هنا بقى تيجي القوه بتاعت الباور بي اي. باور بي اي بيسمح لك تضيف ابلكيشنز، تضيف فيجوالز. عشان اضيف فيجوالز عندي ثلاث طرق. لو انا عامل ساين ان على ابلكيشن اقدر اقول له على طول جيب مور فيجوالز، او لو انا عندي الملف اقدر اعمل امبورت، او من بره الباور بي اي اقدر اروح لاب سورس دوت مايكروسوفت دوت كوم. احنا عندنا الملف، هنروح لامبورت فيجوال فروم ا فايل. الملف اسمه بار ريس، وانا هحط لينك للملف اللي بدانا بيه ملف البنات، واحط برضو لينك لي للبار ريس للملف بتاع الفيجوال. لما بضيف فيجوالز طول ما هو ظاهر تحت الثلاث نقاط معناه ان الفيجوال ده متاح في التقرير ده. بس عموما ادي الانيميتد ريس شارت. اسم الأعمدة هو الكانتري، القيمة اللي أنا برسم بيها للشارت هي الفاليو، والبيريود بتاعتي هي الير، وبس كده أنا عندي أنيميتد بار تشارت بيقارن دول العالم. الغلطة بس دلوقتي إن يير لأنه نمبر اتعمل له صم، فأنا أقول له لا أنا دونت سمرايز.
زي ما انت شايفين دلوقتي بيحرك. يبقى انا عملت الهير دونت سامرايز عشان يجيب القيم كلها ويتحرك ما بينهم. زي ما انت شايفين الصين ايه ما شاء الله، يعني 2000 بدأ من 2010 والصين ايه بتجري بتسبق الكل. اليابان بتتراجع، في دول بتطلع من تحت زي الهند يونايتد كينجدوم، كوريا تاني قدر منها اتحكم في السرعة وازود عدد التوب، يعني مثلا بدل توب 10 انا اخليهم توب 15. دول بتتراجع زي اسبانيا، دول بتصعد زي روسيا، بترجع تراجع تاني حسب الازمات. الصين هي المتقدمة، وفي جميع الاحوال طبعا يونايتد ستيت باعتبار الحجم. لكن مذهل اللي عملته الصين، يعني انت لما تبص على العمود بتاع الصين، لا يعني الصين كانت تقريبا المركز الخامس الرابع السادس الرابع الثالث، فجأة عدت اليابان. يبقى الفكرة هنا مش في الفيجوال ده تحديدا، الفكرة في الاب سورس كإمكانيات بنستخدمها علشان نقدر نضيف انيميتد، او نقدر نضيف فكرة. مش لازم تكون انيميتد، ممكن يكون انت عندك حاجة عايز تعملها محتاج كاستمايزيشن، فبدل ما تبدأ فروم سكراتش لا تقدر تستخدم الاب سورس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.